نبدأ نتكلم على المكونات الداخلية لأنبوب الأشعة. المكون الأولاني الرئيسي هو الكاثود. الكاثود هو النيجاتيف سايد بتاع الاكس راي تيوب. بيسكلي زي ما احنا كنا بنتكلم من قبل كده ان احنا بيبقى في عندنا الكاثود ده مهمته ان هو يعمل يعني بيجنريت الكترونز، والالكترونز دي بتعمل اكسلريشن وتخبط في التارجت. اوكي، فبيسكلي احنا بنتكلم على الكاثود دوت هو الجزء النيجاتيف اللي موجود عندنا هنا دوت. بيسكلي عندنا فيها جزئين الحقيقه، فيلمنت وفوكسنج كاب. فيلمنت بتبقى هي عباره عن الحاجه اللي احنا بنسخنها، اللي هي الماتيريال اللي احنا بنسخنها بان احنا نمرر فيها تيار كهربي، ولما بنسخن الماتيريال دي بيبتدي يبقى في عندنا الكترونات بتبقى حره، والالكترونات دي بتبقى نقدر ان احنا لما بتخرج من الفيلمنت نقدر ان احنا نعمل لها اكسلريشن باستعمال هاي فولتج عشان تخبط بعد كده في التارجت. فبالتالي بيبقى في عندنا الجزء بتاع الفيلمنت ده مهمته ان هو يجنريت الكترونز. الجزء اللي بين الكاثود وبين التارجت مهمته ان هو يعمل اكسلريشن للالكترونز دي علشان تقدر ان هي تخبط في التارجت بانرجي عاليه وتتحول الانرجي دي لاكس راي عشان نقدر نعمل بيها تصوير للتطبيقات الطبيه. فبيبقى في عندنا الجزء الاولاني دوت اللي هو الفيلمنت اللي هو الموجود عندنا دوت. الفيلمنت ده بيبقى زي ما احنا شايفين كده، بيبقى موجود في مكان بيبقى انجروف، يعني بيبقى في مكان كده حاجه زي يعني في حفره كده هو موجود فيها، بنسميها الفوكسنج كاب. مهمه الفوكسنج كاب دي ان هي تخلي الالكترونز دي تمشي في اتجاه واحد، وتبقى الاتجاه ده يبقى يعني يعمل بيم اوف الكترونز يبقى يعني از نارو از بوسيبل، يعني يبقى ضيق بشكل كبير بحيث يخبط في مكان مركز في التارجت. فبيسكلي بيبقى موجود بحيث ان يبقى في عندنا هنا في الاماكن اللي حوالين الفيلمنت يبقى في عندنا هنا نيجاتيف فولتج. نيجاتيف فولتج ده بيعمل تنافر مع الالكترونات دي بحيث ان يخليها دايما تبقى داخل البيم نفسه، ما يخليهاش تخرج في الاتجاهات الخارجيه اللي بره دي، ما يخليهاش تبقى طالعه بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. لما نحط الفوكسنج كاب بتبتدي تتركز وتبقى شكلها بيم دقيق او في الـ في الـ في الويدث بتاعه، بحيث ان هو يخبط في الانود في مكان يكون مش كبير. الحقيقه في يعني في احوال كتيره بيبقى في عندنا في جهاز الاكس راي بيبقى في عندنا او في الاكس راي تيوب معنى صح بيبقى في عندنا فوكسنج كاب بتسمح، بيبقى في عندنا نوعين من انواع الفيلمنتس، واحده بنسميها يعني لارج فيلمنت وسمول فيلمنت، واحده بيبقى حجمها صغير بالشكل ده كده، واحده بيبقى حجمها كبير بالشكل ده كده. اوكي، ف يعني الحقيقه الواحده فيهم بتسمح ان احنا نقدر نطلع بيم بيبقى شكله ادق شويه، والتانية بتسمح بان يكون البيم اكبر شويه بس يكون الانتنس بتاعته اعلى، بيكون اللي هو الانرجي اللي طالع منه تبقى اكبر شويه. فاكشوالي ده كتطبيق في التصوير نفسه بيبقى اختيار التكنولوجيز بيختار انهي واحده فيهم يعني يحتاج ان هو يصور بيها علشان التطبيق اللي هو بيصور فيه. فبيسكلي فبنتكلم بقى على التيوب كارنت نفسه. الكارنت بتاع التيوب عامه هو عباره عن الكارنت اللي بيمشي من اول الكاثود لغايه الانود، يعني بيسك كارنت اللي بيمشي من الطرفين دول. فبيسكلي هو الجزء من او مجموعه الالكترونات اللي بتمشي دي هي اللي بتعمل لنا الكارنت اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا كنا وصفناه ان هو الميلي امبير، اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو ده اللي بيعمل لنا التاثير على الكوانتيتي بتاعت الاكس راي. فكل ما احنا زودنا التيوب كارنت كل ما كان العدد الالكترونات اللي بتخبط في التارجت كل ما يكون اكتر، كل ما الاكس راي فوتونز اللي بتخرج من التارجت تكون اكبر، عددها اكبر. فبيسكلي بيبقى في عندنا في التركيب بتاع الجهاز الاكس راي نفسه بيبقى في عندنا طريقه عشان نتحكم في الملي امبير اللي احنا ماشيه داخل الاكس راي تيوب نفسها، بان احنا بيسكلي بنختار اني واحده اللي احنا محتاجينها، اني نوع اني قيمه للملي امبير نكون محتاجينها، وبعد كده بنختار ان احنا نمشي الكارنت دوت يا اما في السمول فيلمنت ولا اللارج فيلمنت، يعني نختار اني واحده من الفيلمنتس اللي احنا محتاجينها، ونبتدي بعد كده نحط بقى الكي في بي اللي احنا محتاجينه بين الكاثود وبين الانود عشان يعمل لنا اكسلريشن للالكترونز. فبالتالي احنا هنا بنختار باختيار الفيلمنت بنختار الشكل بتاع النقطه اللي هي الفوكال بوينت بتاعه الاكس راي، وبتغيير الكي في بي بنحدد كميه الانرجي اللي احنا بنديها للبروجكتايل الكترونز بتكون قد ايه. طبعا ممكن نتخيل الحجم بتاع الفيلمنت الصغيره او الكبيره زي ما احنا بنتكلم مثلا على لامب، لما بنتكلم على انكانديسنت لامب
بنتكلم عن انكاندسنت لامب، بنشوف احنا بعينينا مثلا فيها الواير المصنوع من التنجستن اللي موجود جواها بيبقى حجمه كبير، فبيبقى لها شكل اضاءه مختلف. يعني لما احنا بنقارنها مثلا بالليد، ليد مثلا لامبس، الليد لامبس بيبقى الاضاءه طالعه من نقطه، فشكل الاضاءه وشكل الظل اللي بيطلع على الاوبجكتس اللي حوالين الاضاءه اللي خارجه من احجام مختلفه من الـ من الـ من الـ اللي هي الجنريتور بتاعت الاضاءه ممكن تخلي لنا شكل الصوره يطلع مختلف. وده الحقيقه زي ما كنا بنتكلم، ده اللي بيحدده او بيحدد الحاجه اللي محتاجه التصوير ايه، بيبقى التكنولوجيست الموجود بيصور الايه السبجكت.